مرحبا فيكم مشاهدينا. طبعا وبدنا نرحب معنا بالكابتن ميسر يلي انضم لنا بالاستوديو. يسعد صباحك ميسر، اهلا وسهلا. صباحك الاء. شو هيك في تطورات خاصه بعد ما خلص المونديال؟ يعني هلا على الصعيد هلا المونديال مثل ما بيقولوا انتهى، بس الاصداء لا زالت، ردود الفعل لا زالت مستمره. ويمكن حاليا اكثر شيء يعني مستمر مع ميسي ومع يعني أخبار الأرجنتين، هي موضوع البشت أو العباءة اللي ألبس إياها أمير قطر والتناحرات والآراء المختلفة حولها. صحيح، تفضل. شكرا لك. يسعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا. أخبارنا الرياضية اليوم رح نبدأها من دوري الشمال السوري، فتنطلق مساء اليوم مواجهة دوري الشمال السوري لكرة القدم بلقاء وحيد يجمع الميادين مع سوسيان، وتستكمل الجولة يوم غد بلقائين، الأول يجمع صقور الفرات مع الكرامة، وفي الثاني يستقبل جرابلس المتصدر قباسين. السبت الباب سيلاقي تدمر، وتختتم الجولة يوم الأحد بلقاء وحيد يجمع دوما مع بزاع، وستنطلق جميع المباريات في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت دمشق. وقبل انطلاق الجولة خلونا نتعرف على ترتيب الفرق. قباسين أولا بعشرين نقطة، بزاعة ثانيا بتسعة عشر نقطة، صقور الفرات ثالثا بثمانية عشر نقطة، الميادين رابعا بأربعة عشر نقطة، جرابلس خامسا بأربعة عشر نقطة، الباب سادسا بثماني نقاط، دوما سابعا بخمس نقاط، تدمر ثامنا بخمس نقاط، الكرامة تاسعا بأربعة نقاط، وسوسيان أخيرا بأربع نقاط. نظم اتحاد التنس الطاولة في مدينة عفرين شمالية حلب بطولة تصنيفية لتنس الطاولة، شاركت فيها فرق من كافة المناطق المحررة من أجل اختيار لاعبين لتشكيل نواة منتخب يشارك في البطولات الدولية من فئات الأشبال والناشئين والشباب والرجال. للمزيد في التقرير التالي. على مستوى مناطق الشمال المحرر أقيمت التصفيات لبطولة تنس الطاولة في مدينة عفرين شمال حلب، منتخبات من شمال حلب وإدلب شاركت في البطولة ليتم اختيار لاعبين يمثلون صفوف المنتخب عن المناطق المحررة في البطولات الخارجية. بفضل رب العالمين بعد عام كامل من البطولات المحلية والتصنيفية تم انتقاء صفوة هؤلاء اللاعبين بجميع الفئات، أربع فئات عمرية، فئة الأشبال، فئة الناشئين، فئة الشباب، فئة الرجال، ليكونوا هؤلاء اللاعبين هم نواة للمنتخب السوري الحر الذي سيشارك في المحافل الخارجية في بطولات دولية. خمسة لاعبين من كل فئة سيتم اختيارهم للمشاركة باسم المنتخب السوري الحر الذي سيمثل المنطقة في المنافسات الخارجية، ومنها بطولات دولية لتنس الطاولة من المقرر أن تقام في تركيا الشهر القادم. الحمد لله طلعت الأول على مجموعتي، والحمد لله لعبنا لعبات حلوة وكان في تنافس جميل جدا. الحمد لله توفقت في البطولة، وهلا ضل لي النصف نهائي والنهائي، وإن شاء الله أنا راح أمثل المنتخب وراح أطلع على بطولة دولية، وبإذن الله راح نحقق، راح نرفع رأس هالأمة بإذن الله تعالى. كان منتخب سوريا الحرة لرياضة الجودو قد توج بتسعة ميداليات ذهبية في بطولة النصر الدولية التي أقيمت في ولاية سقارية التركية، وشارك فيها أكثر من ألف دولة. لم يعد الهدف المشاركة الخارجية للفرق الرياضية، بل بات الطموح أكبر وتحقيق مراتب متقدمة وحصد بطولات دولية هدف القائمين على الشؤون الرياضية في المناطق المحررة. مجد العمر، حلب اليوم، عفرين. إذن بالتوفيق لجميع اللاعبين في تمثيل سوريا الحرة والمزيد من انتشار في مثل هذه الألعاب في المناطق المحررة. انتهى كأس العالم ولم تمتهي أصداؤه، فقد ساهم ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين في قفزة هائلة بمبيعات البشت القطري بمتاجر العاصمة الدوحة بعد تتويجه بكأس العالم 2022. وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن البشت الذي ارتداه ميسي لحظة رفع كأس العالم زادت مبيعاته بشكل كبير بين الجماهير الأرجنتينية، وارتفعت هذه المبيعات إلى 150 نسخة يومية ابتداء من اليوم الذي
3 تويج منتخب الأرجنتين، كما شملت المبيعات على 3 نسخ طبق الأصل من البشت الذي ارتداه ليونيل ميسي والمصنوع من القطن الياباني وخيط الذهب الألماني بقيمة تقارب 2000 يورو. لهون بنوصل معكم مشاهدينا لنهاية أخبارنا الرياضية اليوم، وبنرجع لعند آلاء. شكرا لك ميسر. طبعا بداية، شو صحة انتقال أو خبر انضمام كريستيانو لنادي النصر السعودي؟ حقيقة آلاء، يمكن قصة النصر السعودي تحديدا، يعني صار في أكثر من تقرير صحفي كان خلال قبل بداية البطولة تحدثت عن انتقال كريستيانو رونالدو. أيضا أثناء البطولة يمكن دار الحديث بشكل كبير أنه كريستيانو رونالدو لا يملك حاليا النادي وسينتقل النصر السعودي. اليوم حقيقة خرج تقرير اليوم صباحا عم يأكد انتقال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي، وأن الصفقة حقيقة قد تمت. أيضا يعني التقرير شمل تصريحات لبعض المسؤولين في النادي الذين لأول مرة يتحدثون عن أن الصفقة قد تمت. يعني هذا ممكن يعطينا دلالة خلال أيام قليلة أنه ممكن يعني الرقم 7 يكون في النصر السعودي هو كريستيانو رونالدو. لكن خلال أيام المونديال، ما بعرف إذا فعلا هذا التصريح صحيح أو لا، تم تداول تصريح لكريستيانو أنه هو نفى انه انتقل لنادي النصر او في اي نيه او انه ينتقل لنادي النصر السعودي. يعني حقيقه هو كريستيانو رونالدو كان يمكن داخل على الممر وتم سؤاله هذا السؤال باتجاه غرفه تبديل الملابس، وتم توجيه السؤال لكريستيانو رونالدو عن يعني حقيقه انتقاله للنصر السعودي، ونفى بشكل سريع. يعني حقيقه في حال ما كانت التفاصيل دائما بهيك صفقات عم تكون يعني جاهزة 100% ويعني تم الاتفاق بشكل نهائي على التوقيع، أنا غالبا يكون في خلافات يعني ببنود العقد على من ناحية الرعاية أو الدعايات أو استعمال الصور من قبل يعني النجم البرتغالي، فهي الأمور ممكن كانت تعقد مسيرة العقد. ولكن يعني التقارير اللي خرجت أنه كان ممكن يكون الراتب السنوي ممكن يوصل ل 200 مليون دولار سنويا لكريستيانو رونالدو، وهذا اللي الشيء اللي ممكن يبين خلال الايام القادمه. صحيح. بننتقل لموضوع البشت اللي تم ارتداء اللي ارتداه ميسي خلال التتويج بكأس العالم. يعني الاصداء اللي اخذوا هذا الموضوع يمكن اصداء كثير كبيره وتعادل انه المنتخب الارجنتيني هو اللي نال اللقب. لو تخبرنا عن هذا الموضوع. يعني حقيقة موضوع ارتداء ميسي للبشت العربي، يعني حاول في يعني هي ضمن مسيرة كبيرة كانت للصحافة الغربية بمحاربة ملف مونديال قطر. يعني منذ إعلان قطر استلامها لاستضافة المونديال وحتى بداية المونديال وأثناء المونديال، يعني حتى يمكن اللي متابع شوي الصحافة الغربية، يمكن صحيفة ليكيب أو الديلي ميل أثناء المباراة النهائية بداية الشوط الأول كانت تكتب عن الملعب أنه ملعب كارثي ولا يصلح لمباراة نهائية. صحيح. يعني من هاي الأمور كمان إجت ردود الفعل، يعني خلينا نقول سلبية، وبين سلب وإيجاب، بين حدا يعني حب موضوع لباس ميسي أو يعني أنه يظهر بالزي العربي، البعض راح لانتقاد أنه يعني هو عملية أنه حدا عم يغطي على أعلام الأرجنتين، علم الأرجنتين أو قميص الأرجنتين. ولكن يمكن رد الجماهير الأرجنتينية أو اللي صارت، يمكن أخرجت مبارح صورة لك مارادونا وهو يلبس الشماخ العربي. صحيح. لكن ميسر، يعني نحن عم نشوف هاي الانتقادات تحدثوا عنها بشكل كتير كبير، يعني صحيفة ديلي ميل البريطانية وصحف تانية وحتى برامج رياضية، صحيفة تليغراف، يعني حكوا عن هذا الموضوع بشكل واسع جدا، حتى استضافوا ضيوف وحكوا عن الموضوع انه هاي مثل فرض الزي العربي على ميسي. هلا هي حقيقة يعني خلينا نقول قطر ما خلت شيء للصدفة مثل ما بيقولوا، وحركة لكن هي خطة ذكية جدا، حركة كثير ذكية كانت انه يخرج ميسي باللباس العربي التقليدي، ويعني هو كان رمز تكريمي لميسي، يعني كانت من الناحية القطرية. ولكن العالم سيذكر ان ميسي
اول من رفع كاس العالم بالزي العربي. صحيح، وحتى اللي بيقولوا يعني انه ما طلع كثير سيء عليه على قياسه ومظبطينه تماما. في امبارح او يمكن اول امبارح طلع خبر انه في رجل اعمال عربي ينوي شراء البشتي اللي ارتداه ميسي. صحيح، طبعا عرض مبلغ كتير كبير، اتوقع على ما اذكر مليون دولار او مليون أكثر. دولار، يعني يمكن شخص عماني من مجلس النواب العماني. صحيح، هو اللي عرض شراء يعني البشت اللي ارتداه ميسي. يعني حقيقة خلينا نقول لقطة للتاريخ، لقطة يعني لقطة العمر بالنهاية، يعني انه ميسي، ولكن يعني في كتير امثلة سابقة، في حدا مارادونا يوم اللي اخذ كأس العالم بال86 في المكسيك كان يرتدي القبعة المكسيكية. هاي اللي يعني كنت انا بدي اتناقش فيها معك، انه اليوم مارادونا لما لبس طاقية المكسيك او اللباس التقليدي او زي التقليدي للمكسيك، ما صارت هي الردود هي الانتقادات الواسعة على ارتداء مارادونا لهذا الزي. يعني بالنهاية الصحافة الغربية والصحافة يعني المعادية لقطر وتوجهات قطر، يعني نحن اليوم عم نحكي عن ليونيل ميسي اللي توج بكأس العالم، كليان مبابي اللي خرج ثاني العالم، حكيم أشرف حكيمي خرج رابع العالم، وكل هاي المنظومة من اللاعبين تلعب في نادي باريس سان جيرمان للمالك القطري. صح، فهي يعني عملية استعداء اقتصادي واستعداء للتاريخ. اليوم عم نشوف كتير لاعبين عم تتوجه لباريس سان جيرمان، عم تتوجه لكتير من الـ يعني باتجاه المنطقة العربية. يعني حقيقة ممكن نشوف يعني كتير لاعبين على مستوى كبير راح يتواجدوا يمكن بالدوريات القطريه او الدوريات السعوديه، وخصوصا بعد الاداء اللي شفناه عم يتقدم من قبل المنتخبات العربيه. صراحه بالنسبه لي التنظيم يلي كان في قطر، صحيح نحن شاهدنا المونديال عن طريق شاشه التلفزيون، لكن التنظيم كان رائع بكل التفاصيل، الملاعب كانت رائعه. يعني هي العداوه اللي عم تطلع من الصحف الغربيه ما بعرف ليش. لا بالنهاية هو تاريخ، هو يعني تماما يعني مثل ما حكينا عن موضوع العباءة، هو موضوع يعني لباس زي عربي تراثي. يعني شفنا أمير قطر هو من يعني تزين فيه خلال حفل الافتتاح وخلال صحيح. النهاية، وهو هذا الزي اللي يعتز فيه العرب خلال الفترات السابقة من الألبسة التراثية اللي هو يكون فيها إما العريس أو خريج الجامعة أو يعني بنقول صاحب الليلة بالنهاية. يعني كان ميسي صاحب الليلة، وكانت قطر حقيقة صاحبة الليلة بالأفكار اللي قدمتها. صحيح، وحتى يعني شفنا انتعاش لسوق واقف التقليدي يعني بقطر من شراء الأجانب أو الأشخاص الأجانب اللي كانوا بالمونديال لشراء البشت العربي. صحيح، يعني وشفنا كتير، يعني غير موضوع البشت شفنا خلال فترة المونديال الشماخ، أغلب الجماهير لبست الشماخ بألوان علم صحيح. بلادها وب يعني خلينا نقول بألوان الأعلام والفرق اللي شاركت. أيضا شفنا كمان مشاركات للنساء ب يعني محاولة ارتداء النقاب أو الحجاب. يعني كل هاي تعرف على الثقافات العربية. بالنهاية يعني ثقافات عم تنمزج خلال كأس العالم بطريقة قطر قدمتها، يعني خلينا نقول بكتير طريقة حضارية، طريقة مذهلة. صحيح، شكرا لك ميسر، وشكرا لقطر. شكرا لك، شكرا. تعطيك العافية. مشاهدينا بنذكركم بسؤال حلقتنا لليوم يلي كان عن كيفية تقييم إنجازاتكم للعام الفائت. طبعا لمتابعة الحلقة بتقدروا تزوروا البث المباشر لقناة حلب اليوم على اليوتيوب وموقع القناة الرسمي، وللوصول مباشرة إلى مجموعة صباح سوري على الفيسبوك بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة.